كل ضيوف مصر من العرب اللي بيشاركونا في الليله الجميله ديت. بشكر كل اللي قاموا بتحضير لهذه الفعاليه الهامه جدا للسياحه والفن والدراما. انما يعني كان بيقول في ذهني انا قاعد في قناه الفن المصري، قاعد على يميني محمود امين، معلش حفظ الالقاب، على شمالي محمد صبحي وبقيه الفنانين حواليا. فكرت كده لحظة، طب السياحة فن ولا السياحة نفسها؟ احنا بنحاول ان احنا نعرف آثارنا وتراثنا الطبيعي والحضاري والفن وكل ده، بنحاول نعمل له بيسموه بالانجليزي باكجينج كده ونعرضه في الخارج، الناس يتم اغراءهم ان هم يجوا يزوروا ويشوفوا الافلام اللي بنروج بيها دي، يشوفوا الاصل ويشوفوا مصر نفسها. أنا بعتبر ده فن، فأنا لي غيري حالة غيرة كده، عاوز من النهارده حضرتك تقولي فنان هشام صحصوري، هشام صحصوري. تمام. محمود عبد المغني معانا في بوابة أخبار اليوم. اهلا وسهلا، الله يخليك، اشكرك جدا. بارك لك النهارده على تكريمك من خلال مهرجان الدراما العربيه. الحمد لله، تكريم الواحد يحس بيه ان المجهود اللي عمله في مسلسل الركين وصل للشارع، وصل للناس، وكمان وصل للنقاد، فده شيء بالنسبه لي كويس جدا الحمد لله. اخد رايك في اقامه اول دوره من مهرجان الدراما العربيه لتنشيط السياحه، شايف ان المهرجان زي دوت هيأثر في تنشيط السياحه الفتره الجايه؟ مهرجان مهم جدا، ولانه مهرجان ما يخصش المصريين بس، يخص الدراما العربيه كمان بشكل عام، وانا مبسوط ان انا النهارده موجود في المهرجان، والواحد بيتكرم عن شغله الحمد لله. والله التكريم ده شرف لاي حد، وخصوصا لما يكون من مهرجان محترم زي مهرجان دراما. انت شايفه مهرجان الدراما العربيه هيبقى مؤثر بعد كده في تنشيط السياحه الفتره الجايه؟ اكيد اكيد، دوره مع وزاره السياحه ويعني دور الفن والسياحه مع بعض لما يعني هيجتمعوا اكيد هيطلعوا شيء احنا محتاجينه ومفتقدينه فعلا بقى لنا فتره. طب انت شايفه ان المفروض الاعمال الدراميه الفتره الجايه تكون بتركز على الاماكن السياحيه هنا عندنا في مصر؟ ضروري ضروري، لان احنا فعلا عندنا ثلث اثار العالم، وعندنا بحرين ونيل، وعندنا حاجات كتير قوي. فرحه، بيمثل لي سعاده، بيمثل لي احساس جميل ان في ناس قدرتني وكرمتني، وده شرف كبير ليا، وفي نفس الوقت سعيد بهذه الاحتفاليه بمهرجان الدراما الاول العربي. اديك شايفه نجوم من كل الوطن العربي موجودين مع اخواتهم هنا، بنحتفل مع بعض، بنبعت رساله للعالم كله ان بلدنا امنه ومطمئنه، ورغم كيد الكائدين احنا ماشيين في طريق. واحساس حلو قوي انه يتعمل المهرجان النهارده، وانه في اسماء من الاساتذه الكبار اللي اثروا الدراما العربيه يكرموا، وكانوا يستحقوا التكريم ده من زمان. وشيء جميل انه يبقى في مسابقه ما بين الدول العربيه، في لان ده اللي هي يعني التنافس ده هو اللي هيعمل التقدم في الدراما. بمسلسل ادم وجميله، وانا يعني ليا الشرف ان انا موجود في فريق عمل مسلسل ادم وجميله، ويعني كان محتاجين احنا مهرجان الدراما العربيه ده من زمان، فكويس ان احنا يعني جمعنا على حاجه بتجمع الاعمال المصريه والعربيه، فده شيء كويس. يعني شايف وجود مثل هذه المهرجانات في الفتره ديت هيكون ليها اثر كبير في تنشيط السياحه الفتره الجايه؟ والله بصي، هو ده الهدف الاساسي من المهرجان، فنتمنى فعلا الهدف الاساسي ده يحصل. ويعني على سبيل المثال، يعني بما اني كنت مشترك في ادم وجميله، احنا شفنا في ادم وجميله الاسكندريه، شفنا الغردقه، شفناهم بشكل مختلف تماما، الصوره بتاعتهم كانت حلوه جدا، فنتمنى ان احنا يكون عندنا اعمال كتيره نفس الشكل ده بتروج للسياحه، زي ما تركيا بتعمل. انت بتشوفي المسلسلات التركيه بتقولي يا هم ازاي الشوارع بتاعتهم جميله كده، فاحنا يعني الحمد لله على سبيل المثال في مسلسل ادم وجميله كنا مركزين على المناظر الطبيعيه، فيا رب كل المسلسلات تعمل كده ويكون فعلا يعني تنشيط السياحه ان شاء الله. الفكره يعني طلعت على القهوه، احنا قاعدين مجموعه افراد كده، فقلنا نعمل مهرجان الدراما العربيه، عرضنا الموضوع على صبحي والحقيقه تحمس، فانا يعني ليا الشرف ان انا كنت مواكب للفكره من الاول، في وقت قصير لقيت ناس اكتر من حد تحمس، رعاه رغم ان هم ما صرفوش كتير، بس برافو عليهم ان هم ناس بيشتغلوا في حاجه تانية خالص وقالوا احنا معاكم. مهرجان للفن او للدراما
وما يبقاش في وراه دوله، ما يبقاش في حكومه، انا بعتبر ده انجاز في حد ذاته. لمية لمياء فهمي عبد الحميد معنا في بوابة اخبار اليوم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. بنبارك لك النهارده على تكريم المخرج فهمي عبد الحميد، وكلمينا تكريم النهارده بيمثلك. بصي طبعا انا سعيده جدا، خاصه ان دي اول جايزه انا بستلمها باسم بابا، يعني كان دايما وائل اخويا هو اللي بيستلم الجوائز، دي اول جايزه ليا. طبعا سعيده جدا جدا، بتمنى طبعا انه يكون موجود وهو اللي يستلم جايزته بنفسه. بس يعني عايزه اقول لك ان انا سعيده اني بستلم الجايزه، وسعيده قوي اني بحمل اسم فهمي عبد الحميد.